لا الشمس تطلع لا 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 الشمس تطلع لا 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 همس الكلام عيني لا الشمس تطلع لا لا يوه يا جماني يا جماني مش كده يا جماني انا منسجم مع الاغريجي انت جبت بوكمان يا مهند ايوه هقول ايه اللبس ده كده والشياكه والقلقه دي حلو ايوه اصل لقيت الفنانين راحوا قضوا راس السنه في دبي فانا قلت بقى ايه اروح اقضيها انا كمان ايه في السعوديه وبالمره اعمل عمري وهو ثواب اتنين في واحد يعني توفير يعني ايوه العواف عليكم نقدم لكم نشرة الأخبار من كفر البالوزي مع برنامجكم الجميل الجديد المحبوب اللزوز اللطوف بالوزة تي في ايوه في ايه يا مهند انت اتجننت انت ما تعرفيش اللي حصل ايه اللي حصل مش الفنانه يسري خلاص قربت تخرج من المستشفى ايه ده ايوه دي جابوا لها طقم دكاتره وعملوا معاها احلى واجب كمان كمان ايوه ونزلت شكر لوزاره الصحه يلا ناس لها حظ وناس لها عزل ايه اللي بتقوليه دي يا جماني هو انت ما تعرفش اللي حصل للدكتور فؤاد فرج ايه اللي حصل له دي كمان دي استاذ تشريح طب بيطري في جامعه القاهره شاء ربنا يا اخويا ان هو يجي له كورونا هو ومراته ولما لقوا ان حالهم اتدهور راحوا على مستشفى القصر العيني الفرنساوي ايه وطبعا استقبلوهم وفتحتهم الابواب وخدوهم على كفوف الراحه طبعا ليه يا اخويا هو انت فاكره يسرى ولا رجاء الجدا والله يرحمها ولا يكونش معاها رقم وزيره الصحه ده جاست دكتور في الجامعه ايه وايه اللي حصل معاها دي كمان لما حسيت انها خلاص دخلت في مرحله خطر ومش قادره تتنفس نزلت رحت بيها قصر العين الفرنساوي اللي انا عارف ان هو المكان المخصص لعلاج اعضاء هيئه التدريس على الباب رفض الموظف المسؤول عن الامن دخولنا قلت له طب اديني رقم المسؤول اتصل بيه واقول له انا مين والحاله ايه فعلا اتصل لي بالمسؤول كلمه قال له خليه يروح مستشفى البطنة اللي هي جنب مستشفى البطنة اللي هي جنب القصر العيني على طول الطريقه هقول لحضرتك طبعا انا زوجتي معايا في العربيه تقريبا ما فيش اكسجين لونها ابتدى يتغير يعني بتموت بطريقه واضحه يعني فما كانش قدامي ان انا انتظر هو كان عايزني ادخل القصر العيني القديم اخد دور عشان اعمل لها مسحه الاول للتأكد من إنها كورونا وبعدين تطلع نتيجة المسحة بعد يوم أو بعد اتنين وبعدين أرجع أروح تكون زوجتي توفاها الله ما رضيوش يدخلوه يا نهار أبيض أيوه وقعد يقول لهم داني مراتي واقفة برا وبتموت داني مراتي مش قادرة تاخد نفسها ومحتاجة أكسجين قال له يلا يا أخويا كده بتك بس راح واخد بعض وراح كده على مستشفى استثماري اللي هي بتبقى تبع التأمين الطبي ده بتاع الدكاتره وطبعا شالوا له 3 ارباع المبلغ ايوه يا اخويا يعني كان كله كده يعني كان المبلغ حوالي 16000 جنيه طب دي حاجه كويسه يعني رقم مش كبير قوي يا جماني في اليوم أيوة. يا سنه سوخي ده 8 جاموسي بس بقى التأمين ده فيه ميزه ايه ان هو العلاج بتاعه مش بيشمل كورونا يعني ايه بص احكي لك هو بيشمل امراض طفيفه كده طالع لك حبايه في وشك طالع لك حيل تحت باطك عندك تسلخات لكن كورونا والحاجات دي لا 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 هو اكبر من كده بكتير بس فما رضيوش بقى راح الراجل يعني واخد مراته وروح ونزل بوست على الفيس ان هو هيكمل بروتوكول العزل والعلاج في البيت عنده وربنا بقى يتولى لا يشفي لا يرحمه برحمته بقى يعني ويتوفى وبعد كده راح مستشفى كده تبع جامعة عين شمس يعني بيتعالج فيه احب اقول لكل واحد لازم يخلي باله من كورونا اقصد لا تتعدي بكورونا لانك لو اتعديت بكورونا مش هتلاقي مكان تتعالج فيه ولو لقيت مكان تتعالج فيه هينقطع عنك الاكسجين زي اللي حصل في مستشفى الحسينية ايوه كل اللي في العناية المركزة الناس كلها ماتت في العناية المركزة كل الناس ماتوا كل ما هو في العناية مات كل ما هو في العناية توفى كل ما هو في العناية توفى
كل من في العناية توفى، كل من هو في العناية توفى، كل من هو في العناية توفى. ما فيش إلا قطع التمريض، قطع التمريض، ما فيش أكسجين، ما فيش. كل من في العناية توفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ثواني، لو كنت ممثلة أو لاعب كورة أو رقاصة أو مغني، ما تخافوش وتعيدوا، وكمان روحوا للكورونا برجليكم وتعيدوا كده وتعزوا، ما تقلقوش، مكانكم محفوظ في الحفظ والصون في المستشفيات كلها. لا وكمان ايه، على نفقة الدولة. يلا مالناش دعوة. شفت الفرح امبارح؟ ماله، صارفين فيه كتير قوي، وده بايح واكل، وناس جايه من بلاد تانية جنب منيني، وكل دوت ليه؟ عشان ام مناخير كبيره دي العروسه دي. ام مناخير كبيره العروسه دي ايه؟ هو انت هتعمل زي الجهله والمتخلفين اللي بيقعدوا يتنمروا على خلق الله؟ مين ده؟ هو انت ما تعرفش اللي حصل الفنان يسرا اللوز دي؟ تخلي التاني يا اخويا، تخلي التاني ايه؟ دي اخر ضحايا التنمر. وريت يا اخويا كان التنمر على لبسه ولا على صوته ولا حتى على تمثيله، ده التنمر على عيب خلق البنته. الفنانة يسرا اللوزي خلفت بنت صماء، يعني ما بتسمعش، وده يعني حاجة ما هيش عيب، ربنا خلقها بيه. الأم راضية بنصيبها والأب راضي بنصيبها والمجتمع والناس راضين وموافقين، لكن يجي واحد بهيمه بني آدم براس بغلي يكتب لها كومنت على انستجرام ويقول لها يا مطرشة. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف علشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح. أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم. ثانياً، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفل صماء، لأنها علمتني حاجات كتيرة جداً، وبقيت بني أدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة أنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة، ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد علشان تحقق أحلامها. فرق بقى ما بينك وما بينه إن هي ربنا خليها كده، لكن أنت اكتسبت الغباء والجهل والعفاشة لأنك عنوان للبيئة اللي أنت جاي منها. واني بحيي الفنانة يسرا اللوزي على ثباتها الانفعالي وهي بترد على الجحش دي، وحب أقول لها إن كلنا فخورين بيكي، وأكيد بنتك لما تكبر هتكون فخورة بيكي بردك. حب أقول لك يا حمار، لما تيجي تخلف كده كده مولود وتيجي تعمل له كشف سمع، يبقى أقول لهم لا. إيه؟ قول لهم لا، وإلهي يبتليك بطاعون بقري. أقول إيه؟ يلا ملناش دعوة. بام 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 نمبر وان. يا شيخ إلهي، بام بام وعليك ساعة ويسكوت، وانت اتجننت يا مهند. فيه يا جماني، انت بتعمل ايه؟ بغني اغنية الفنان محمد رمضان اسكوتي مش خد براءة. طبعا كلنا فاكرين اللي حصل الفترة اللي فاتت مع الفنان محمد رمضان بسبب يعني صوره مع الاسرائيليين، وفاكرين كمان ان الصور دي استفزت الجمهور وكلهم طلبوا ورفعوا عليه قواضي وطلبوا بشطب اسمه النقابة ووصفوه بالجاسوس والخاين. مش كده وبس، ده توقف له كمان مسلسله الجديد موسي، واتلغت له كل حفلاته الغنائية لحد ما ينتهي التحقيق معاه. واللي حصل بقى بعد كده عكس كل ده تماما، ان القضاء المصري شال من عليه كل الدعاوي ورفضه، وكمان برأه من كل التهم اللي منسوبة اليه وكأن شيئا لم يكن. وقام بقى منزل بوست قال فيه ثقة في الله نجاح، والحمد لله رب العالمين، كان ناقص يقرا كمان الفتحي، وثقته في القضاء المصري. ده بقى دليل ان احنا نوفر تعبنا ومجهودنا وحرق دمنا واعصابنا على حاجة تستاهل، وعلى رأي المثل اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه. يلا ملناش دعوة. انا زعلان يا جمان. مالك يا اخويا مكلدم كده؟ رحت المركز بتاع الشباب الحداني دي عشان العب كوري، قالوا لي ما تنفعش. طب ما هو طبعا ما تنفعش، انت مش شايف عندك كام سنه؟ دي المشكله يعني، ما انا الكابتن عجمي الله يرحمه كان قايل لي ان انا هلعب في الفريق. هو مات؟ ايوه مات. امتى؟ من 20 سنه كده. امال هو قال لك امتى تلعب امتى؟
ايه قبل ما يموت؟ يعني هو قال لك ان انت ينفع تلعب كوره من 20 ثانيه وانت عايز تلعب كوره دلوقتي؟ ده تحت خشونه في الركبه. ايه مشكله يا جماعه؟ ايه المشكله يعني؟ زي الفنان عبد العزيز مخيون اللي طلع في مداخله هاتفيه على احدى القنوات وقال ان مسلسل ما وراء الطبيعي كان هو اللي المفروض يعمل دور رفعت اسماعيل، وقال كمان ان مؤلف العمل احمد خالد توفيق كان قايل ان هو شايفه في الدور دي. لكن انا اذكره ان في اتصال بيني وبين المرحوم احمد خالد توفيق مره عشان تقدير رفعت اسماعيل من زمان خالص، يمكن من التسعينات او بعد كده مش فاكر يعني فاكر ان في اتصال قديم حصل بيني وبين رفعت، ما بينه وبين احمد خالد توفيق، وهو اتكلم عني في برنامج او كتب او حاجه زي كده ان انا قريب لشخصيه رفعت اسماعيل. احمد خالد توفيق نفسه الله يرحمه بعد كده لقيت الجمهور نفسه يرشحني لاداء هذه التغطيه، وجمهور يعني واعي جمهور طبعًا. عادي. والكلام دي من التسعينات. وقال كمان انه كان مستني ان حد من القائمين على المسلسل يكلموه علشان يمضي معهم الدور، بس ده ما حصلش، وشايف ان هو متضايق قوي وان هو ليه احقيه في الدور ده، مش بس عشان كلام مؤلف الروايه، لا ده كمان علشان راي الجمهور واللي عملوا بوستر تخيلي للمسلسل وفيه عبد العزيز مخيون. في فنانين كده بيطلعوا يعملوا بروباجندا كده ويسلطوا الاضواء عليهم عشان خاطر يشتغلوا، والفنان عبد العزيز مخيون بيشتغل على طول. اخر اعماله كان في رمضان اللي فات مسلسل البرنس. والغريب بقى انه طلع دلوقتي وبيقول التصريحات دي مع ان الكلام حصل في التسعينات على كلامه، ولنفترض ان الكلام ده حصل سنة 2000 وان العمل فعليا يعني اشتغلوا فيه سنة 2018، يعني عدى حوالي 18 سنة، زائد كمان ان مؤلف الرواية توفاه الله. انت شايف ان انت لسه ليك احقية وكمان متضايق؟ ومن ضمن الناس اللي بتحب تعمل بروباجاندي الفنانة رانيا يوسف اللي طلعت واتكلمت عن خلفيته الثقافية. نعرف بفستان ابيض جميل ولكن مؤخرتي جبارزة جدا للجمهور. هي مؤخرتي انا بس، مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا. مو اليوم انت يعني مو اليوم الفنانات. مؤخرتي مميزة يمكن عشان كده. ما اعرف انت اليوم ضيفتي بالبرنامج. وقالت كمان واما بنعمة ربك فحدث. ده انت مش هتاخدي في ايدي المسيخ الدجال ربع ساعة يا شيخة. يلا مالناش دعوة. شفتي يا مهند اللي حصل؟ ايه اللي حاصل يعني؟ مش الواد ابن فيولا عدوا كلب سعران. كلب سعران؟ ايوه. وايه المشكلة يعني ياخد 21 ابري؟ لا ما هي المشكلة ان هم بيقولوا انه مش كلب سعران. يعني هتكون جطة؟ لا سلعوي. سلعوي؟ هي رجعت تاني؟ طبعا 2020 خلصت ولازم تسيب لنا كده بصمة وتسيب لنا علامة فين في اي حتة، محدش يسألني فين، بس هي لازم تسيب لنا علامة. ظهرت سلعوه في محافظة إيني. لا ومش بس كده، ده كمان قرمت 10 عيال صغيرين وجريوا بيهم على المستشفى علشان ياخدوا التطعيمات اللازمة. طلع بقى الدكتور ابراهيم يوسف مدير الطب البيطري بمحافظه قنا ينفي الكلام ده، وقال ان دوت مجرد كده ايه كلب مسعور واجهزه الحمايه المدنيه قتلته. وقال كمان ان المواطنين لازم يخلوا بالهم وما يمشوش جنب الكلاب السعراني. كلام برضه. يلا ملناش دعوه. قدمنا لكم نشرة الأخبار من كفر البلوزة على قناتكم بلوزة تي في، وكان معكم جوماني عويس ومهند البلوصي.